مساء الخير مشاهدينا الكرام. عناوين النشرة الرئيسية: الأمم المتحدة تعرب عن امتنانها الكبير للدور الهام الذي يطلع به المغرب في عمليات حفظ السلام، وتشيد بتضحية الجسام لجنود حفظ السلام المغاربة خدمة لقضية السلام. ارتفاع طفيف في عدد الحالات المصابة بكوفيد 19 دون تأثير على الحالات الحرجة، لكن المعركة ضد الوباء يجب أن تستمر لتفادي وقوع انتكاسة وبائية. الوداد الرياضي على موعد حاسم مع مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم أمام الأهلي المصري. الفريق البيضاوي عازم على تحقيق النصر لإبقاء الكأس الإفريقية هنا بالمغرب. السينما البوركينابية ضيف شرف الدورة 22 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا، مهرجان يعرف تنافس 13 فيلما طويلا لنيل 6 جوائز. أهلا بكم. نبدأ هذه النشرة من مالابو عاصمة غينيا الاستوائية. القمة الاستثنائية الثانية للاتحاد الإفريقي حول مكافحة الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا توجت أشغالها ببيان ختامي أكد على الحاجة إلى تعزيز العمل الجماعي لمواجهة تحديات الإرهاب والتطرف العنيف. وقد مثل صاحب الجلالة في أشغال هذه القمة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، الذي أكد أن التضامن الفاعل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يشكل الأساس الذي ينبني عليه التزام المغرب في المجال الإنساني. أبرز ما تضمنه البيان الختامي نتابعه مع عبد الوهاب الكعراتي. أكد المشاركون في البيان الختامي للقمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي أن إفريقيا لا تزال تواجه تحديات هيكلية لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب والتطرف العنيف والتغيرات غير الدستورية للحكومات. وأشارت الشخصيات السامية المشاركة إلى عودة بروز التغيرات غير الدستورية للحكومات واتساع نطاق خطر الإرهاب والتطرف العنيف في القارة، بما في ذلك تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب والشركات العسكرية والمرتزق، انتشار الجماعات المسلحة فضلا عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشددة على أن لذلك تأثيرا سلبيا على السلام والأمن والاستقرار والسيادة والسلامة الإقليمية لبعض الدول الأعضاء. كما أشاروا إلى أن أوجه القصور في الحكامة والإرهاب والتطرف العنيف تتفاقم بفعل تأثير تغير المناخ والقلق بشأن استخدام الجماعات الإرهابية للموارد الطبيعية كمصدر للتمويل. من ناحية أخرى أضافوا أنه على الرغم من هذه العقبات فإن الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية وهيئات الاتحاد الإفريقي تواصل اتخاذ خطوات تدريجية نحو ترسيخ الديمقراطية والشرعية الدستورية وكذا في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف. كما أكد المشاركون في القمة على ضرورة تعزيز العمل الجماعي لمواجهة تحديات الإرهاب والتطرف العنيف والتغيرات غير الدستورية للحكومات. وحول الإرهاب والتطرف العنيف جددوا إدانتهما القاطعة لجميع مظاهر الإرهاب والتطرف العنيف في جميع أنحاء القارة. وفيما يتعلق بتغيرات غير الدستورية للحكومات فقد أدانوا بشكل لا لبس فيه جميع أشكال التغيرات غير الدستورية للحكومات في إفريقيا، وجددوا تأكيد على عدم التسامح مطلقا بهذا الخصوص. 29 من شهر ماي من كل سنة هو اليوم العالمي للقبعات الزرق الذي تخصصه الجمعية العامة للأمم المتحدة للإشادة بتضحيات الأفراد المدنيين وأفراد الشرطة والعسكريين وإسهاماتهم القيمة في عمل الأمم المتحدة. وبمناسبة اليوم العالمي أعربت الأمم المتحدة عن امتنانها الكبير للدور الهام الذي يطلع به المغرب في عمليات حفظ السلام، مشيدة بالتضحيات الجسام لجنود حفظ السلام المغاربة الذين يسهرون على خدمة قضية السلام. تقرير رضا العبيدي وجهاد ليبري.
في بؤر التوتر تجدهم يتقدمون الصفوف يلبون نداء الواجب ويقدمون أرواحهم ذوذا عن الأبرياء والمدنيين. القبعات الزرق المغاربة، مستوى عال، أداء احترافي وسمعة ذا عصيتها. أدوارهم عديدة لا تقتصر على الجانب الأمني وحسب، فحضورهم على المستوى الإنساني يضرب به المثل. منطقة بونيا بجمهورية الكونغو الديمقراطية نموذج لانخراط فاعل للقوات المسلحة الملكية ضمن قوات حفظ السلام الأممية في مبادرات اجتماعية متعددة. أحد تجلياتها مستشفى يقدم الرعاية الصحية ويوفر العلاج والأدوية. نقدم العلاجات الضرورية ونوفر كميات مهمة من الأدوية، وأذكر هنا تدخلنا الناجح في حادثة أصيب على إثرها أكثر من 40 شخصا. خدماتنا تمتد أيضا إلى السجن المحلي، حيث قدمنا المئات والمئات من الفحوصات والأدوية. يعالجون ويرسمون الفرحة على وجوه الأطفال. انخراط القبعات الزرق المغاربة تلمسه أيضا هنا في دار الأيتام. اليوم الموعد مع حصص توعوية للأطفال. انخراطنا في دار الأيتام أملته ضرورة توفير الأمن والطمأنينة للأطفال عبر العالم، وخاصة في بؤر التوتر، لأنهما ضروريان وحلقة أساسية في العمليات الإنسانية للأمم المتحدة. مبادرات عديدة تطلع بها القوات المسلحة الملكية ضمن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية مونوسكو، هي اليوم كما بالأمس محط إشادة واسعة. نحيي عاليا المساهمة الفاعلة للتجريدة المغربية ضمن قوات مونوسكو. أتذكر قبل سنوات حين كانت القوات المسلحة الملكية تشكل هنا درعا واقيا بين المدنيين والمجموعات المسلحة التي كانت ترتكب الفظاعات. تحسن الوضع اليوم بفضل تجربة وحنكة القبعات الزرق المغاربة، واليوم عملهم يتواصل في هذه المنطقة أكثر في شقه الاجتماعي. في الكونغو الديمقراطية كما إفريقيا الوسطى وجنوب السودان، ما يزيد عن 1700 من أفراد القوات المسلحة الملكية يشاركون في عمليات الأمم المتحدة، ليكون المغرب بذلك 12 أكبر مساهم في القوات النظامية للأمم المتحدة لحفظ السلام. مستوى مهني، قدرة على الاندماج في النسيج الاجتماعي المحلي، انخراط، فعالية ونجاعة. القبعات الزرق المغاربة رسالة نبل تنهل من مجد المملكة المغربية. لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا اللحظة مباشرة من فاس كريم زواق، الأستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس والخبير في العلاقات الدولية. مرحبا بكم أستاذ. بداية، ما هي رمزية الاحتفال باليوم العالمي للقبعات الزرق؟ شكرا على الاستضافة. اليوم العالمي لحفظة السلام أو ما يسمى بالقبعات الزرق يعتبر حدثا هاما لدى المجتمع الدولي، الذي ما لبث أن يحتفل به منذ سنة 2002. ورمزيته تكمن في محاولة المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي أرست هذه الذكرى منذ 2002 على الاعتراف بجهود وبجهود جهود القبعات الزرق، الذين ما فتئوا أن يضحوا بالغالي والنفيس في سبيل إرساء الأمن والأمن الدولي. أستاذ، هنا المهنية والمستوى العالي وفعالية القبعات الزرق. أستاذ زواق، يعني هنا المهنية والمستوى العالي وفعالية القبعات الزرق المغاربة هي إذن دائما محط إشادة واسعة تتجاوز البعد الأمني لتلامس الجانب الإنساني والقدرة على الانخراط في النسيج المحلي. هل لكم أن تحدثون عن الدور الذي تقوم به القوات المسلحة الملكية في قوة حفظ السلام الأممية؟
نعم بالفعل التجربة المغربية في حفظ السلام والقوات المسلحة الملكية تتسم بفعاليتها في حفظ السلام في المناطق المسلحة، وهو ما دفع المجتمع الدولي وعلى رأسهم الأمين العام الأمم المتحدة للاعتراف بالجهود التي يبذلها قواتنا تبذلها قواتنا المسلحة الملكية، وآخرها كان الاعتراف عبر إعطاء أوسمة داغ هامرشولد لتجريدة من القوات المسلحة الملكية في كلتا البؤرتين الكونغو الديمقراطية وجمهورية الإفريقية الوسطى. بالفعل قواتنا المسلحة الملكية تتسم بالكفاءة المهنية وكذا بالقيم الإنسانية وبانخراطها الإنساني والقرب من عامة نعم. الناس في البؤر المسلحة، وهو ما نلاحظه عبر إقامة مستشفيات ميدانية في العديد من بؤر التوتر. نعم. شكرا لكم أستاذ كريم زواق الأستاذ. نعم. نشكركم أستاذ كريم زواق أستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس والخبير في العلاقات الدولية على كل هذه المعطيات، كنتم معنا مباشرة من فاس. في تطور الوضع الوبائي ببلادنا أحصت النشرة اليومية لكوفيد 19 162 إصابة جديدة ببلادنا خلال 24 ساعة الماضية مقابل تعافي 134 شخصا. والارتفاع الطفيف في حالات الإصابة يعني هنا بفيروس كورونا تزايد معه عدد الحالات النشطة التي بلغت خلال 24 ساعة الماضية 1511، في حين تم تسجيل حالتين خطيرتين ليبلغ مجموع هذه الحالات 14، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش 0.3%. رضا عمو. ارتفاع في عدد الإصابة بفيروس كوفيد 19 يظل العنوان الأبرز للحالة الوبائية ببلادنا هذا الأسبوع، فالمؤشرات الوبائية تشير إلى تسجيل يوم الأحد الماضي 22 ماي 88 إصابة جديدة بكوفيد 19، رقم عرف ارتفاعا ملحوظا الخميس الماضي حيث سجلت 239 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. عدد الحالات النشطة عرف بدوره مستوى تصاعدي حيث انتقل من 985 إلى 1511 حالة نشطة. ارتفاع حالات الإصابة بفيروس التاجي يعزى لأسباب مختلفة، منها أساسا التهاون والتراخي في التقيد بالتدابير الاحترازية وبروتوكولات السلامة الصحية المعمول بها منذ بداية الجائحة. مؤشرات وبائية مقلقة تذكرنا بضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية ومواصلة الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح بكل مراحلها، عوامل أساسية للحفاظ على مكاسب تحققت منذ بداية الجائحة، ألا وهي استقرار الحالة الوبائية ببلادنا. للمزيد من التوضيحات حول هذا الموضوع ينضم إلينا اللحظة مباشرة من العرائش الدكتور الطيب حمدي، طبيب ومتخصص وباحث في السياسات والنظم الصحية. دكتور أهلا بكم. حالات الإصابة بالفيروس عرفت ارتفاعا طفيفا في غضون هذا الأسبوع حيث سجلت 239 حالة يوم الخميس الماضي، نفس الشيء يقال عن الحالات النشطة، كيف تفسرون هذا المنحى التصاعدي؟ ما كسمع الصوت. نعم بروفيسور، تفضلوا بروفيسور كنسمعكم. اسمع الصوت. إذن بروفيسور أول محور
سنحاول الاتصال ربط الاتصال مجددا بالدكتور الطيب حمدي من العرائش. إذن والاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية أمر ضروري لكبح سلسلة انتشار الفيروس، كما أن تلقي الجرعات الثلاث من اللقاح المضاد لكوفيد 19 أمر ضروري لتعزيز المناعة. ارتباطا بعملية التلقيح، فإن 6,410,684 شخصا فقط تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح. الروبورتاج التالي. المنظر العام عبر شوارع المملكة اليوم لا يختلف عن سالفه قبل الجائحة. مضت قرابة السنتان كلها تعنونت احترازا ووقاية من كوفيد ومتحوراته، لكن وبعد استقرار الوضع الوبائي الأشهر الأخيرة حالة الإصابة عادت للارتفاع من جديد. مع صافي مشاو دوك الاجراءات الاولانيين صافي ما بقيناش كنشوفوا ان البافيت خاصها اوبليغاتوار، ولينا كنمشيو مرتاحين. جو بونس بلي الفيروس سالا، داكشي علاش الناس ما بقاوش كيديروا البافيت، وحتى الا كان باقي ما يكونش مشكل خطوره بحال اللي كنا في الاول. طبعا بلبسي الكمامه لان منظمه الصحه العالميه اعطتنا تطمينات انه هو ان خلاص يعني بدا في الانحصار، ويعني بنلاحظ طبعا المنحنى بتاع الاصابات بكل ما بيقل. احنا طبعا بنطمن، والطبيعي ان احنا بنقل من الاحترازات. الاحتراز والالتزام بالتدابير الوقائيه امر ضروري، خصوصا واننا على ابواب فصل الصيف، وذلك من اجل ضمان عطله باقل الاضرار الممكنه والاستمتاع بعيدا عن شبح الفيروس التاجي. الفيروس باقي كاين صراحة، قال الانسان يحضر راسو باش يقولوا صافي راه ضربوا لي باري صافي راه سالا، ولكن الانسان يحتفظ على راسو. كيخص الانسان يخاف، ولكن تبا ديرك تولفنا صافي. في الاول كتكون ديك الخوف، في الاول كانوا ديك اللي كانوا قلالين، وخا هكا كنا كنخافوا، دابا صافي كتولف، خاص الواحد يتابيتيو صافي. ولكن صراحة يعني الواحد خاصو ياخذ الاحتياطات ديالو. فيروس كورونا اليوم أمر واقع، وجب التعايش معه والالتزام كما التصرف بعقلانية لتجنب انتكاسة من شأنها أن تهد كل الجهود المبذولة في ظل محاربة الجائحة. نعود مجددا إلى العرائش ونربط الاتصال مباشرة من هناك مع الدكتور الطيب حمدي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية. أهلا بكم مجددا دكتور. مساء الخير. مرحبا بكم مجددا دكتور. اذا نعم. رجعنا بالنسبه للاسباب، نعم نعم تفضلوا دكتور تفضلوا. ديال ارتفاع الحالات نعم في الايام الاخيره كيمكن لنا نشوفوا كاينه اربعه اسباب كبرى. نعم. اولا كاين التراخي، كل ما كيتم تخفيف الاجراءات المواطنين كيفهموا رساله خاطئه بانه الفيروس انتهى والجائحه انتهت، والحقيقه ان الجائحه مستمره والفيروس مازال بيناتنا ومازال الامكان ديالو يقتل مواطنين. كذلك السفر والتجمعات العائليه اللي كانوا بعد رمضان، هذا سبب ثاني. كذلك ما ننساوش بانه المتحور بيئة 2 اللي كاين في المغرب اليوم اللي اصبح هو الاكثريه، هو اكثر انتشار من هذاك اوميكرون الفرعي الاول اللي كان بيئة 1. نعم. والسبب الرابع هو انه المناعه اللي خذوها المواطنين عن طريق اللقاحات ولا عن طريق الاصابات السابقه ملي كدوز بعض الاشهر عليها كتنقص، وبالخصوص المواطنين اللي ما خذوش التلقيح ديالهم كامل ثلاثه ديال الجرعات. نعم. الشيء اللي كيعرضهم، وخا كتبقى عندهم الحمايه ضد الحالات الخطيره، وهذا الشيء علاش كنشوفوا المستشفيات ديالنا ما فيهاش الوفيات، ما فيهاش اقسام انعاش، ما فيهاش حالات خطيره كثيره هذه الايام، وخا عندنا اصابات تتصاعد، ولكن مع ذلك المناعه ضد الاصابات كتضعف. اذا اليوم بالنسبه لنا باش يمكن لنا نواجهوا هذه الفتره ديال الصيف اللي فيها الاصفار، فيها التجمعات العائليه، فيها العطل الصيفيه، فيها الحدود كتكون مفتوحه والسفر الدولي كيكون كثير، لابد من الاحترام ديال الاجراءات. وهنا كنتكلموا على ثلاثه نقاط الضعف اللي عندنا. اولا المواطنين اللي عندهم 60 سنه فما فوق، واللي عندهم امراض مزمنه، واللي ما خداوش التلقيح ديالهم الاول والثاني والجرعه المعززه. مع الاسف هذه نقطه ضعف كبيره اللي الناس فيها غادي يتصابوا بحالات خطيره وتكون فيهم وفيات. النقطه الضعف الثانيه هي الاماكن المغلقه اللي كيخصنا نديروا فيها التهويه ونديروا فيها الكمامه الا كنا ضروري نمشيو ليها ونحترموا فيها الاجراءات. النقطه الضعف الثالثه هي التجمعات الكبرى اللي كيكون فيها انتشار ديال الفيروس، طبعا كيكون بشكل كبير من التجمعات الصغرى. نعم. فاذا حتى بالنسبه للحلول اللي عندنا هو التلقيح ثلاثه الجرع بشكل مستعجل بالنسبه لجميع المواطنين اللي عندهم 60 سنه فما فوق،
أو لا عندهم أمراض مزمنة، والاحترام الإجراءات الاحترازية خصوصا حنا في فصل الشتاء راه غادي يكون غتكون في ارتفاع الحالات، وكذلك المتحورات بي 5 وبي 4 اللي الان ولاو في اوروبا كينتشروا وبسرعه يمكن يدخلوا البلاد ديالنا، خصنا نكونوا دايرين الجرعه ديالنا الكافيه. الدكتور الطيب حمدي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحيه، شكرا لكم على كل هذه المعطيات، كنت معنا مباشره من العرائش. بجامعه امستردام جرى تقديم مؤلف محمد السادس رؤيه ملك اعمال وطموحات بمشاركه عدد من الفعاليات المغربيه والهولنديه مع مناقشه مختلف محاور المؤلف التي ترصد خصوصيه التجربه التنمويه والاصلاحيه المغربيه والتي مكنت المغرب من بلوغ مكانه متميزه اقليميا ودوليا. خديجه الجمالي والحسن الوالي. محمد السادس رؤية ملك أعمال وطموحات، مؤلف للأستاذ الجامعي والكاتب الفرنسي السويسري جون ماري هيت، تم استعراض محاوره خلال هذا اللقاء من خلال تسليط الضوء على مختلف المشاريع والأوراش الإصلاحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تشهدها المملكة بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سادس نصره الله. الكتاب الذي ألفته عن 20 سنة من حكم جلالة الملك يستعرض المنجزات الكبرى التي تحققت ويهدف إلى التعريف بها عبر العالم ولدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، ونحرص على تبادل وتقاسم هذه المعلومات مع الآخرين. فور سا لاستعراض كل الإصلاحات التي تم القيام بها بالمملكة المغربية والتي كانت تهدفه لترسيخ دولة الحق والقانون وتحسين المستوى الاجتماعي للمواطنين، وفي نفس الوقت تعزيز وترسيخ يعني النمو الاقتصادي والرفع من المستوى الاجتماعي للمواطنين المغاربة. منجزات ومكتسبات تحققت بفضل دينامية الإصلاحات والأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، دينامية تحظى بإشادة واسعة ويخصها الخبراء والباحثون بالدراسة والتحليل. كانت مناسبة طبعا لإظهار دينامية الإصلاحات اللي قام بها جلالة الملك كهيئة الإنصاف والمصالحة، الاعتراف باللغة والثقافة الأمازيغية، حقوق المرأة فيما يخص مراجعة المدونة، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وطبعا مقترح الحكم الذاتي للصحراء المغربية. لقاء تميز بحضور عدد من الفعاليات المغربية والهولندية، وقع خلاله الأكاديمي جون ماري هيت على مؤلفه بعد نقاش مستفيض حول تفرد التجربة التنموية المغربية وخصوصيتها. في الخبر الدولي، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مدينة خاركيف، ثاني مدن أوكرانيا التي كانت تتعرض للقصف بشكل يومي. هذه المدينة تشهد هدوءا منذ أسابيع عدة بعد انسحاب الجيش الروسي إلى مواقع أخرى في الشرق والجنوب. مريم العفير. مرتديا سترة واقية من الرصاص، الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي يزور أنقاض المباني المدمرة في خاركيف، ثاني كبرى مدن البلاد بعد أسابيع من عودة الهدوء إليها. زيلينسكي وعد بالترميم وإعادة الإعمار واستعادة الحياة في المدينة وكافة المناطق التي طالها التدمير. من جهتها القوات الروسية التي انسحبت من خاركيف ومحيطها وأعادت انتشارها جنوبا تتقدم في الوقت الراهن نحو المدن الرئيسية في سيفيرو دونيتسك وجارتها ليسيتشانسك في دونباس. هناك تدور معارك ضارية للسيطرة على منطقة دونباس، خاصة بعد إعلان موسكو السيطرة على بلدة ليمان الاستراتيجية.
على صعيد آخر، وفي وقت تبدو أوكرانيا غير قادرة حاليا على تصدير حبوبها بسبب الحصار المفروض على موانئها، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصاله مع نظيره الفرنسي والألماني استعداد بلاده للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا بلا قيود، مشيرا إلى أن الصعوبات المتصلة بالإمدادات الغذائية سببها سياسة اقتصادية ومالية مغلوطة من جانب الدول الغربية، إضافة إلى العقوبات على بلاده على حد تعبيره. والعقوبات على روسيا مرة أخرى على طاولة نقاش ممثلي الدول 27 في الاتحاد الأوروبي، يجتمعون اليوم في بروكسل لإزالة العقبات من أمام حزمة سادسة من العقوبات ضد موسكو تتضمن حظرا على نفطها بحلول نهاية العام. باقي الأخبار الدولية نتابعها مختصرة، والبداية من الولايات المتحدة الأمريكية وزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للنصب التذكاري للحادث الأليم الذي شهدته المدرسة الابتدائية بتكساس. زكية بلقاس. بعد 5 أيام على المجزرة التي راح ضحيتها 19 طفلا ومدرستان في يوفالدي بالولايات المتحدة الأمريكية، وصل الرئيس جو بايدن إلى مكان الحادث للقاء أقارب الضحايا ومواساتهم. جو بايدن زار النصب التذكاري الذي أقيم بالمدرسة لتخليد ذكرى هذا الحادث المأساوي الذي أعاد جدل حيازة الأسلحة إلى الواجهة. دعي نحو 39 مليون ناخب كولومبي للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس للبلاد من بين 6 مرشحين، ويعد غوستافو بيترو الأوفر حظا للفوز بالجولة الأولى لهذه الانتخابات، وقد شهدت الحملة الانتخابية الكثير من التوتر والعنف، ومن المقرر أن تجري الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بكولومبيا في 19 يونيو القادم. تشهد بكين مؤخرا انخفاضا كبيرا في عدد الحالات الجديدة لفيروس كورونا. السلطات الصحية أكدت أنها أحرزت تقدما كبيرا في مكافحة الفيروس واستقرار الوضع الوبائي، حيث لم تكتشف أي حالة جديدة في المناطق الخاضعة للإغلاق. وفي البرازيل ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي شهدتها منطقة ريسيفي شمال البلاد إلى 44 شخصا و56 مفقودا، ومع توقف الأمطار استأنفت فرق الإنقاذ البحث عن المزيد من المفقودين والمحاصرين بالمياه. وقد تسببت المياه في تشريد الآلاف، حيث غمرت مناطق شاسعة ودمرت العديد من المنازل. تم تتويج المديرية العامة للأمن الوطني بجائزة التميز الإفريقي في مجال الإدارة الإلكترونية تقديرا للمستوى الخدمات المتقدم الذي يوفره الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وكذا اعترافا بالدور الهام الذي تنهض به هذه الوثيقة التعريفية المؤمنة في ضمان أمن الوثائق والمعاملات عن بعد وتعزيز الثقة في الهوية الرقمية. ويندرج هذا التتويج القاري الذي كان بمراكش في إطار المشاريع المهيكلة التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني في الآونة الأخيرة من أجل ضمان التحول نحو هوية رقمية كاملة عالية الأمان وتدمج التكنولوجيا الحديثة في سندات الهوية. نتوقف اللحظة عند الفقرة الرياضية والحدث الرياضي البارز الذي سيحتضنه مساء الغد المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث سيواجه فريق الوداد الرياضي فريق الأهلي المصري في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. كل أنظار عشاق كرة القدم إذن ستتجه في الغد صوب الدار البيضاء لمتابعة هذه المقابلة الهامة. هذا الحدث الرياضي البارز سنعود له بتفصيل معك خالد شخمان، وقبل ذلك هناك حدث رياضي آخر احتضنته العاصمة واختتم هذا اليوم، منافسات المباراة الرسمية للقفز على الحواجز التي نظمها الحرس الملكي بالمشور السعيد بحلبة المشور السعيد بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. بالفعل نادية مساء الخير. مساء الخير لكل مشاهدينا الكرام. فعلا
فاز الفارس أبسلام بن نيس ميرس بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز التي جرت منافساتها اليوم ضمن المباراة الرسمية للقفز على الحواجز التي نظمتها الحرس الملكي على مدى 3 أيام بحلبة الحسن الثاني بالمشوار السعيد بالرباط. قائمة بالعوشي. الفارس عبدالسلام بن نيس ميرس يفوز بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله في القفز على الحواجز. آخر مسابقة في برنامج المباراة الرسمية للقفز على الحواجز من تنظيم الحرس الملكي. المباراة تخص النجمة الثالثة ويتراوح العلو ما بين 1.40 متر و1.45 متر. الفارس عبد السلام بن نانيس ميرس من نادي الركاب الدار البيضاء صحبة الفارس سفير ديشايوت فاز بالمرتبة الأولى بنقطتين كجزاء. من بين الأسماء البارزة والحاضرة في هذه التظاهرة الفارس الغالي بقاع من نادي الملكي بوغاز طنجة والفائز بجائزة النجمة الثالثة التي دارت بتطوان مؤخرا، تمكنه من الفوز بالمرتبة الثانية ب4 نقاط كجزاء صحبة الفارس أكيس. الفارس الموهبة الصاعدة سعد الجبري من الحرس الملكي فاز بالمرتبة الثالثة صحبة الفارس ديغيك، فيما احتل معاد بويا المركز الرابع وينتمي للمدرسة الملكية الخيالة تمارا. أسدل الستار إذن بتتويج المتفوقين في حدث رياضي لقى نجاحا هاما على جميع المستويات. الحدث البارز في كرة القدم الوطنية والإفريقية إذن هو المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بين الوداد الرياضي والأهلي المصري، وهي مباراة تتطلب الكثير من الجرأة والتركيز وقليل من الحظ لإبقاء الكأس هنا بالمغرب. تفاصيل أخرى في ورقة ابتسام أدريس عبد الحق بهات وأحمد الحمري. إذا كان للتاريخ صفحة كثيرة فليسجل اليوم أن نهائي دوري أبطال إفريقيا يعود إلى المغرب وعلى أشهر ملاعبه أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء وللمرة الثانية على التوالي بعد أن كثر القيل والقال. الكاف تحسم القرار بمساطر قانونية لا تقبل الرفض أو الطعن، والانتعاشة ستشهدها العاصمة الاقتصادية التي تستقبل جماهير الوداد والأهلي. 25,000 مشجع سيكون حاضر في هذا النهائي إذ تم توزيع التذاكر بين الناديين بشكل عادل. اليوم كان وجه الأهلي بوجه آخر وبشخصية أخرى وبمدرب آخر، كنا ضعوا نصب أعيننا أننا خصنا نحترم الخصم كيفما كان ومسلح ندخل مسلحين بجمهور اسمه جمهور نادي الوداد الرياضي في تقديري وكما يقال وكيف ما صنفته العديد من المؤسسات الدولية أنه أحسن جمهور في العالم. الوداد خصو يكون مركز، إذا كان مركز مزيان يعني طوال 90 دقيقة من زمن المقابلة ويعني وتفادى ارتكاب الأخطاء فالأكيد وبالمستوى المعهود ديال فريق الوداد فالأكيد أن اللقب لن يخرج من مدينة الدار البيضاء وسيكون بالتالي اللقب الثالث في تاريخ فريق الوداد واللقب يمكن نقول الثامن في تاريخ كرة القدم المغربية. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة الإطار الوطني والمحلل الفني دريس عبيس. مساء الخير، كثير من المداد وساعات من الحديث والصور عن هذا النهائي القاري، كيف تقرؤون تقنيا هذه المباراة بالنظر للمعطيات الثابتة كالشاكلة والتشكيلة ثم قوة المباراة باعتبارها نهائي يقبل بطلا واحدا فحسب؟ اولا بالنسبه ل يعني كان الصوت يعني ولكن انتظارا في توصل الصوت. تفضل دريس، نتحدث عن مباراه الغد بين الوداد والاهلي المصري، كيف تقرؤون المباراه تقنيا ثم على مستوى الشاكله وتشكيله الفريقين؟
إذن نتحول إلى القاهرة ومع المحلل الفني واللاعب السابق لنادي الزمالك المصري أحمد صلاح. مساء الخير صلاح، ولعلنا نبدأ بالتغطية الإعلامية التي سبقت المباراة، لذا نود أن نتعرف على تعامل الإعلام المصري مع المعطيات التي سبقت المباراة، وكيف تتوقعون المباراة غد؟ طبعا اول حاجه برحب بحضرتك استاذ خالد، وبرحب بحضرتك استاذه ناديه، وسعيد لما اكون مع حضراتكم النهارده، وطبعا تحياتي لحضراتكم وتحياتي لكل الشعب المغربي الجميل، وتحياتي طبعا لجلاله الملك طبعا محمد السادس. عايز اقول لحضرتك ان شاء الله هتبقى مواجهه قويه جدا ان شاء الله غدا باذن الله. طبعا الشارع المصري كله بقى له دلوقتي اسبوعين ما بيتكلمش غير على النهائي بين النادي الاهلي ونادي الوداد. طبعا كل الاعلام كل الصحافه المصريه مسلط الضوء على المباراه النهائيه. عايز اقول لحضرتك هتبقى مباراه قويه جدا من الاثنين. كل الصحافه المصريه وكل الاعلام المصري بيساند طبعا النادي الاهلي في خلال مشاركته امام الوداد في نهائي افريقيا، وفي ناس بتتكلم كتير جدا ان بيقولوا انه هيبقى نهائي قوي، لكن الوداد عنده هو افضليه طبعا ان هو صاحب الارض والجمهور طبعا. وعايز اقول لحضرتك كانت اخر مواجهه بينهم طبعا كانت الموسم اللي فات، وقدر الاهلي ان هو يحسمها، لكن نادي الوداد 2017 قدر ان هو يفوز على النادي الاهلي ويحسب اللقب للمره الثانيه في تاريخه، وطبعا الوداد بيسعى دلوقتي لتحقيق اللقب للمره الثالثه. فان شاء الله بكره هتبقى في حشد كبير جدا من جماهير النادي الاهلي طبعا في الميادين لمشاهده النهائي، وهتبقى حاجه جميله جدا بين الاشقاء طبعا النادي الاهلي ونادي الوداد، وشايف ان هيبقى نهائي جميل جدا هيليق بسمعه القاره الافريقيه يا استاذ خالد. صحيح صحيح صلاح، في كل الاحوال فمباراه الغد هي مباراه نهائيه، لكن تبقى فقط مباراه كرويه رياضيه بين فريقين شقيقين فعليا، حتى ان مؤسس فريق الاهلي المصري عمر لطفي هو من اصول مغربيه. صلاح، انا عايز اقول لحضرتك الاهلي والوداد الاثنين يعتبر الاصول بتاعتهم، يعني عايز اقول لحضرتك النادي الاهلي اللي مؤسس نادي الاهلي طبعا عمر لطفي بيك طبعا كان في عهد محمد علي، طبعا هو يعتبر مؤسس النادي الاهلي مغربي الاصل قادم من المغرب في الحكومه المصريه، اسس النادي الاهلي بحيث ان هم يبقى يجمع بين المدارس العليا المهتمين بالسياسه والمهتمين بالرياضه سنه 1907. دي حاجه تبين جدا العلاقه الكبيره جدا بين الشعب المغربي والشعب المصري، ان مؤسس النادي الاهلي مغربي الاصل عمر لطفي بيك طبعا، فدي حاجه جميله جدا بتجمع بين الاثنين. واسم نادي الوداد طبعا زي ما حضرتك عارف طبعا كان اعضاء مجلس الاداره النادي الوداد كان بيجتمع ان هم يسموا اسم لنادي الوداد ايام الاحتلال الفرنسي، فكان في حد متاخر عن الاجتماع فجه فقالوا له متاخر ليه؟ قال لهم كنت بتفرج على فيلم الوداد اللي هو بتاع ام كلثوم، فمن ساعتها هنا سمي نادي الوداد بنادي الوداد بسبب فيلم ام كلثوم طبعا اللي هو انتج 1936، بعدها بسنه طبعا انشئ نادي الوداد 1937. فالعلاقه كبيره جدا بين الشعب صحيح. المصري والشعب المغربي في الانديه وفي كل حاجه، وبنتمنى ان شاء الله مباراه بكره تخرج بين الفريقين ان شاء الله بكل حب وجديه. وانا شايف ان النادي الوداد فنيا اعلى شويه من النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي الخبرات ممكن هي برضو تحسم الامور. اذا احمد صلاح المحلل الفني كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وضمن مباريات دوري ربع نهائي كأس العرش لكرة القدم للموسم الرياضي 2020-2021، فريق الفتح الرياضي تمكن من المرور إلى دور نصف النهائي على حساب فريق الاتحاد الرياضي التركي. فريق الاتحاد تورغا تقدم مبكرا في الدقيقة 9 بهدف لمدافع الفتح ضد مرمى قبل أن يعدل النتيجة مهاتم الفتح أيوب القاسمي في الدقيقة 45، وبعد الهدف الثاني للمهدي موهوب بهدف جميل، وجاء الهدف الثالث والأخير عبر المهدي الباسل في الوقت الإضافي. أحرز فريق لوكوس القصر الكبير لقب كأس العرش لكرة القدم داخل القاعة برسم الموسم الرياضي 2020-2021. الفوز جاء على حساب فريق شباب المحمدية بخمسة أهداف لثلاثة خلال المباراة النهائية التي جمعتهم اليوم الأحد بالقاعة المغطاة الحزام بمدينة العيون. فريق لوكوس القصر الكبير تمكن من التتويج باللقب بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل هدف لكل فريق، ثم لجوء الفريقين إلى الأشواط الإضافية.
واحتضنت مسالك الغولف بمدينة السعيدية دوري أساطير الشرق للعبة. التظاهرة زوجت بين التنافس الرياضي والعمل الاجتماعي. تمت زيارة مشروع لتشييد مدرسة وملاعب رياضية بمنطقة تفوغلت. رضا عماو ورشيد لاتابي. دوري أساطير الشرق للغولف بالسعيدية وبعد تنافس دام لثلاث أيام، حفل الختام وتوزيع للجوائز على المتوجين. الدوري والذي بلغ نسخته الثامنة عرف مشاركة أزيد من 100 مشارك من مختلف أنحاء العالم، عبروا عن مدى سعادتهم للمشاركة في هذه الدورة. لطالما كان شرفا عظيما للمشاركة بهذا الدوري، الاستقبال كان رائعا، الملاعب جد جميلة خصوصا الملعب الجديد للغولف. 2019 ربحت مع ليكيب ديالي وربحت لو برومي برو، وهذا العام هذا تا ربحت لو برومي برو وربحت لو برومي برو avec première équipe. Donc c'est une réussite. J'ai rencontré des gens incroyables. المشاركة في هذا الدوري امر رائع، التقيت بعدد من اللاعبين، والمساهمة في تشجيع الرياضة بالنسبة للاطفال عامل مهم، وبالتأكيد سأعود السنة المقبلة. جئت من باريس، الجو هنا رائع، لعبت مع محترفين وتعرفت على أبطال في هذه الرياضة، الأجواء كانت رائعة. دوري أساطير الشرق للغولف يتجاوز طابعه الرياضي ويساهم في العمل الاجتماعي، حيث تم زيارة مشروع مدرسي يهدف إلى تشجيع الممارسة الرياضية بالنسبة لناشئة منطقة تافوغالت بإقليم بركان. ساهموا معنا في واحد المشروع لا سيما وكالة تنمية أقاليم الشرق، باش إن شاء الله نديروا واحد المركب رياضي وواحد الروض للوليدات، باش إن شاء الله حنا في العالم القروي نعطيو أبطال. ودرنا هذا الملعب هذا اللي بالنورم ديالو باش هاد الدراري الصغار يتعلموا الرياضة، واليوم الضياف ديالنا دوك لي سبورتيف دي هور نيفو، دوك الرياضيين العالميين كيما في السكريم، في الهاندبول، في الفوتبول، في الريكبي، في 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 في, في الكاراتيه، في كل شيء. جاو راه كاين 30 واحد اليوم بغاو يتشنوا هذا الملعب ويديروا هذا يمارسوا هذه الرياضه مع الدراري هذو، ان شاء الله تعطيهم الحماس لهاد الناس الدوار خاطر الامكانيات ديالهم بعاد. أساطير الشرق للغولف حدث عالمي ومن أهم الملتقيات التي تحتضنها مدينة السعيدية، نظرا للدور الهام الذي يتمثل في التعريف بمؤهلات المنطقة وأيضا إشعاع الحركة السياحية بجهة الشرق. توج فريق النادي المكنسي بلقب البطولة الوطنية لكرة الطائرة عقب فوزه على فريق الجيش الملكي في المباراة النهائية التي جمعتهما القاعة المغطاة محمد الخامس بالدار البيضاء. لقب السيدات كان من نصيب فريق الجيش الملكي وعلى حساب فريق إزنتا. خالد الرغوت. بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء وللموسم الثاني على التوالي يتوج فريق النادي المكنسي بلقب البطولة الوطنية لكرة الطائرة، وذلك في صنف الرجال بعد تفوقه في المباراة النهائية على فريق الجيش الملكي بنتيجة 3 جولات مقابل جولتين، فيما عاد اللقب في صنف السيدات لفريق الجيش الملكي بعد تفوقه على فريق نادي زناتا من البيضاء بنتيجة 3-0. تتويج فريق النادي المكنسي بلقب البطولة الوطنية جاء بعد مسار جيد بصم عليه خلال منافسات بطولة هذا الموسم، مكنه من الفوز على مجموعة من الأندية الوطنية، كان آخرها فريق الفتح الرياضي الرباطي في مباراة نصف النهاية قبل أن يواجه في المباراة النهائية خصمه فريق الجيش الملكي ويفوز عليه في مباراة قوية بعد الالتجاء للشوط الخامس والحاسم. فرغم أن فريق الجيش الملكي كان هو السباق لانتزاع الجولة الأولى من هذه المباراة بنتيجة 25-21، إلا أن أشبال المدرب فريق النادي المكنسي إسماعيل موجود استطاعوا معادلة النتيجة بفوزهم بالجولة الثانية بواقع 25-22. فريق النادي المكنسي وصل أداؤه جيد في هذه المباراة بفضل تألق لاعبيه كعادل بسينة، عماد يحيى وآخرين لينهي الجولة الثالثة لصالحه بنتيجة 25-19. قبل أن يتمكن فريق الجيش الملكي من العودة في المباراة ويفوز بالجولة الرابعة بواقع 25-21 لتصبح النتيجة 2-2 ليحتكم الفريقان للشوط الخامس والفاصل والذي حسم الأمور لفائدة فريق النادي المكنسي بنتيجة 15-13 ليتوج بذلك بلقب البطولة الوطنية لهذا الموسم عن جدار واستحقاق للمرة الثانية على التوالي. العداء الكيني كيلمو غونزاس توج اليوم بالنسخة الأولى لنصف الماراثون الدولي لمدينة أزيلال. على مستوى السيدات ظل اللقب كينيا عبر العداء سينثيا نولاري، فيما كان تتويج مغربيا ذكورا وإناثا في سباق 10 كيلومترات. محمد بن تركا وعمر جليدي.
مدينة أزيلال والنسخة الأولى لنصف ماراثونها الدولي والذي يعرف مشاركة عدد كبير من العدائين المغاربة والأجانب ترويجا للسياحة الجبلية عموما بهذه المنطقة. الصراع كان رباعيا بين العدائين المغربيين توفيق علام وعمر شتاشن ابن مدينة أزيلال والكينيين كيمو وموتاي. وفي الكيلومتر 12 بدأ العداء الكيني بتوسيع الفارق على باقي العدائين حتى خط الوصول وقطع مسافة السباق في 1:03:45. سعيد جدا بحضوري هنا بهذه المدينة الجميلة وسعيد أكثر بفوزي باللقب. لدى السيدات الفوز كان حليف العداء الكينية سيليتا نورالي التي قطعت مسافة السباق بتوقيت 1:14:17 فيما حلت البطلة المغربية كلثوم بوعسرية في الصف الثالث. لا بد أن نشكر جميع الأبطال اللي حضروا معنا بعدا الدوليين اللي جاوا من جميع الدول من مختلف الدول. نذكروا من دابا النسخة الثانية اللي تنوعدكم بأن غادي تكون نسخة ناجحة ونسخة اللي غادي تعرف واحد الصيت دولي كبير. مسافة 10 كيلومترات تميزت بسيطرة وهيمنة مغربية إن على مستوى الذكور أو الإناث. وفي ختام هذه التظاهرة الرياضية الدولية في نسختها الأولى تمت عملية توزيع الميداليات والمنح على مختلف الفائزين في مختلف المسابقات المبرمجة ليضرب الكل موعدا السنة المقبلة مع النسخة الثانية لنصف الماراثون الدولي جيو بارك مكون أزيلال. اللقب 14 لفريق ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم كان هذا العام على حساب فريق ليفربول الإنجليزي، وفرحة كبيرة لأنصار الفريق الميرينغي سواء في باريس حيث جرت المباراة أو في باقي مدن إسبانيا خاصة العاصمة مدريد. الفريق المدريدي فاز بهدف المهاجم فينيسيوس جونيور وبتألق لافت للحارس كورتوا. جماهير النادي عاشت ليلة بيضاء احتفالا باللقب واحتفاء باللاعبين الذين فازوا قبل أسابيع قليلة بلقب الدوري الإسباني. فريق ريال مدريد الإسباني بات الآن يبتعد بسبعة ألقاب عن نادي ميلان الإيطالي وبتسعة ألقاب عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب 5 ألقاب فقط في دوري أبطال أوروبا. نهاية الفقرة الرياضية، باقي فقرات الرئيسية معك نادية تفضلي. شكرا لك خالد، فقرة رياضية متنوعة، شكرا جزيلا لك. نواصل من إقليم إفران حيث عاشت ساكنة منطقة بوشهدة بالجماعة الترابية السيد المخفي لحظات عصيبة جراء أمطار رعدية مسحوبة بالبرد، تساقطات تسببت في خسائر جسيمة في القطاع الفلاحي. خديجة زروال وأحمد الفديدي. أمطار رعدية مسحوبة بحبة البرد أتت على اليابس والأخضر بمنطقة بوشهادة بالجماعة الترابية سيدي المخفي بإقليم إفران. تساقط البرد بهذه الكمية وهذه القوة لم تعيش ساكنة المنطقة من قبل. دقائق قليلة من هذه التساقطات كانت كافية لإتلاف عدد كبير من الأشجار المثمرة ومنتجات زراعية، فلا أحد من هؤلاء الفلاحين كان يتصور أن تضيع مجهوداته في لحظات قصيرة. ما عمريش تناد الكون ديال البرح، البرح طاحت الرعدة وما خلات لا الخوخ لا الشدية لا البرقوق لا بعويد لا إله إلا الله. أنا درت واحد القطر ديال بعويد هنا وعطى الله الخير دياله، ولكن لا إله إلا الله ما بقى فيه والو. عمرنا ما شفنا هذا الرعدة حتى البارح في العشية شي 5 دقائق ولا 10 دقائق عندو 4 القطارات ما بقاو ليا عند حتى حاجه. كان ضرب ثمرة عام هذا حتى وصلنا هذا الشيء ما بقاونا والو. مشى البرسي مشى الشعير مشى الزرع مشى كل شيء مشى خليفه على الله. انا عندي كثر ديال البرقوق مشى كل شيء مشى ما بقات حتى حاجه، وكنطلبوا من الله باش يعوضنا هذه الخساره هذه، وكنطلبوا من السلطات المعنيه ومن وزاره الفلاحه باش يدعمونا يكون واحد الدعم ولو نسبي. مساحات الأراضي المتضررة بالمنطقة بلغت أكثر من 200 هكتار. في هذه الأثناء ليس أمام الفلاح سوى إحصاء الخسائر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
ودابا تنعالجوا هذا الدواء هذا ديال التعفنات بالنسبه للشجر. الحب اللي كان طاح طاح، اللي مازال في الشجره تنعالجوه لعل وعسى المهم الفلاح يشد راسه المهم شويه وتنعالجوا الشجره. راه الشجره اللي كانت مداومه لنا وهي اللي غنعالجوا على حساب العام الجاي ان شاء الله الا في العمر نستفدوا منها. بما أن هذه الظاهرة الطبيعية أضحت تتكرر في السنوات الأخيرة بسبب التغيرات المناخية، فإن ذلك يطرح ضرورة إيجاد حلول استباقية ووقائية للحد من الخسائر الجسيمة التي تخلفها حبات البرد على المنتوج الفلاحي. يبعد دوار بغلم عن جماعة فزوان بإقليم بركان ب 12 كيلومترا. الساكنة تشتكي من العزلة ووعورة الطريق وأيضا من غياب المدرسة لأطفالها. إحدى الجمعيات لجأت إلى حل مؤقت فجعلت من قاعة تابعة للمسجد مكانا للدرس. روبورتاج جزينة أيتلامين، رشيد العتابي ووفاء الدكالي. مدرسة ليست ككل المدارس، تحولت القاعة الملحقة بالمسجد إلى حجرة للدرس. التلاميذ تنفسوا السعداء بعد انتهاء محنتهم، فهم كانوا مجبرين على طي عشرات الكيلومترات للالتحاق بالمدرسة ببركان. كاين دابا داروا لنا هنايا هذا القسم الحمد لله، ولكن كاين في المسجد خصنا قسم والطريق عندنا مكرفسة بزاف. قبل هذا القسم المستعار كان أغلبهم إما انقطع عن الدراسة في نصف رحلة العلم أو لم يقتعد يوما مقعدا دراسيا. الجمعية اللي وقفوا معنا الله يرحمهم الوالدين راهم يقراوا لي مخيار ويفكوا في دراسة لهم، وذوك الأمداد خصنا الطريق اللي تخدم الطريق اللي عطنا الطريق تخدم. يبلغ عددهم 20 تلميذا وتلميذة يستفيدون من الإطعام ومن تسجيل في مسار ومن برنامج تيسير. وحدها القاعة تذكرهم بأنهم في رحلة علم من نوع خاص. الجمعية تقول إنه حل مؤقت. يبقى التفكير بواحد الشكل يعني جدي ومستعجل باش هاد الوليدات يتبنى لهم واحد الحجرة، يعني حجرة يعني ديال فيها ظروف ديال التمدرس على كباقي التلاميذ، والا على الاقل يتصلح هذا المسلك الطرقي الوعر كما شفتوا باش هاد الوليدات يوليو يستافدوا من النقل المدرسي. ثم الحل الاخر هو مدرسة جامعاتية في الجامعة ديال فزوان. الطريق إلى دوار بغلم تلتوي على إيقاع المنعرجات، تحفها منحدرات وتحيط بها مرتفعات، وعرة تحيلك على وعثاء السفر بالقرى. وحنا كمجلس إقليمي اللي غادي يكون إن شاء الله في إطار فك العزلة العالم القروي، هو أن الطريق إن شاء الله غادي تحاول باش أنها تساهموا في أنها تصايب، لأنها فريمون طريق صعيبة. في برامج شركاء مخطط لفك العزلة عن دواوير المنطقة. الشطر الأول في طريق الانتهاء ديال الأشغال دياله، وقريبا إن شاء الله ستنطلق يعني الحملة الثانية أو الشطر الثاني من أجل إتمام هذا المشروع من مركز فزوان إلى عين ألمو. بحماس وفضول معرفي يتابع التلاميذ دراستهم، يمنون النفس يوما أن تكون لمدرستهم حيطان وحجرات وساحة تتستر عن شغبهم ولا يعتبرون حلمهم حلم يقظة. مساء أمس انطلقت بخريبكة فعاليات الدورة 22 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية. هذه الدورة تستضيف السينما البوركينابية ويتنافس في المسابقة الخاصة بالفيلم الروائي الطويل 13 فيلما إفريقيا لنيل 6 جوائز. وفي خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ المهرجان، قرر منظم هذه التظاهرة إضافة مسابقة رسمية خاصة بالأفلام الوثائقية في سعي إلى إعادة الاعتبار لهذا النوع من الأفلام. أمين هناوي وأحمد حمري. على إيقاع الأهازيج الإفريقية انطلقت فعالية النسخة 22 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بمدينة خريبكة، وشعار هذه السنة السينما حلم قارة بأكملها. مهرجان يحتفي على مدى عقدين بإبداعات السينمائيين الأفارقة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا المرتبطة بتطوير المهن السينمائية بالقارة الإفريقية. هذا المهرجان هو تظاهرة ثقافية تساعد على التعريف بالمنتوج السينمائي الإفريقي
وكل ما يتم إبداعه على مستوى إفريقيا في المجال السينمائي، وبدون شك سنستمر إن شاء الله. هذا المهرجان هذا اللي كنت منه ليه أنه دايما يزيد القدام، لأنه تخلينا نشوفه أفلام اللي ما يمكنش نشوفها إلا في مهرجان خريبقة، وهي السينما الإفريقية. وكان عارفوا بأن كاينين دول في إفريقيا اللي تقدمت في الميدان السينمائي. الدورة 22 للمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبقة تحتفي بالسينما البوركينابية عبر عرض 5 أفلام لمخرجين من هذا البلد، بالإضافة إلى تكريم أسماء لامعة في سماء السينما الإفريقية. أشارك في مهرجان السينما الإفريقية منذ سنة 2008، أشعر بالانتماء الفني لهذه المدينة وأعود إليها بكل اعتزاز وافتخار لتقاسم الشغف بالفن والتقنيات السينمائية. افتخار واعتزاز لهذه المدينة هذه اللي كما قلت هي حاضرة لكل الثقافات العربية والإفريقية، والحضور ديالهم كيزكي القيمة الثقافية والفنية والفن للمبدعين السينمائيين والمخرجين مدينة خريبة. سيتنافس في المسابقة الخاصة بالفيلم الروائي الطويل للمهرجان 13 فيلما إفريقيا لنيل 6 جوائز تحمل أسماء سينمائيين أفارقة كبار، كجائزة لجنة التحكيم نوردين سايل، جائزة أحسن سيناريو سمير فريد، وجائزة أحسن دور نسائي أمين رشيد، بالإضافة إلى جوائز مسابقة الفيلم الوثائقي. بخريبقة دائما واحتفاء باحتضان المدينة للنسخة 22 لمهرجان السينما الإفريقية، نظم لحاق للسيارات العتيقة بهدف إبراز أهمية هذا التراث التاريخي الذي حافظ عليه المغاربة على مر السنوات. أمين هناوي وأحمد حمري. إلى مدينة خريبقة توجه أعضاء الجامعة الملكية المغربية للسيارات العتيقة من أجل المشاركة ولأول مرة في فعاليات المهرجان الدولي للسينما الإفريقية في نسخته 22، مشاركة لإبراز انخراط هذه الجامعة في الأنشطة والتظاهرات الثقافية والفنية الوطنية، باعتبار السيارات العتيقة موروثا تاريخيا وثقافيا حافظ عليه المغاربة على مر العقود الماضية. احنا في كل اعياد الوطنيه والمناسبات الوطنيه وكذلك الحضور ديال الافارقه بالمغرب، فاحنا كنشاركوا اول مره في المهرجان الافريقي ديال السينما، كما اننا كنعطي واحد القيمه مضافه يعني للثقافه بلادنا، كما ان هذه السيارات العتيقه كتدخل حتى هي في التمثيل يعني والتواصل وارسال واحد الرساله لجميع الافارقه في العالم. جينا اليوم باش حنا نشاركوا الاخوان ديال المهرجان السينما في هذا الحفل القيم اللي كيقوموا به كل سنه، واللي فيه ممثلين من خيرة الممثلين في إفريقيا ولا في المغرب اللي كيحظوا بمكانة على الصعيد الثقافي. السيارات العتيقة جابت مختلف شوارع مدينة خريبقة قبل نقل السينمائيين الأفارقة المشاركين في المهرجان صوب المركب الثقافي، مبادرة لربط الماضي بالحاضر وإبراز تميز هذه السيارات. إنها تحف فنية ونادرة حافظ عليها مالكها بطريقة جيدة، وأنا جد سعيدة برؤيتها اليوم بمهرجان السينما الإفريقية بخريبقة، لأن السينما بدورها موروث تاريخي بين الشعوب. جايين من الجالية الإيطالية وجينا لخريبقة المهرجان ديال السينما فيك السيارة العتيقة. مهرجان زوين وداك الشيء دايز مزيان، ورا فين ما كتكونش ايفينمون ديال لا فيدراسيون كنحضروا ليها، كنقطع الطياره وكنجيب. ازيد من 30 سياره عتيقه قادمه من مختلف جهات المملكه ساهمت في انجاح حفل افتتاح هذا المهرجان قبل التوجه الى مدينتي فقيه بن صالح وبني ملال لاتمام باقي مراحل لحاق السينما الافريقيه. في الشأن الحزبي، عقد حزب البيئة والتنمية المستدامة اليوم بوجدة مؤتمره الجهوي لجهة الشرق استعدادا للمؤتمر الوطني المقبل. وفاء اليعقوبي ورشيد العتيبي. حزب البيئة والتنمية من خلال هذا المؤتمر الجهوي يستعد لمؤتمره الوطني المقبل، فرصة لإعادة تنظيم الحزب وفتح المجال لطاقات نسائية وشبابية في جميع المجالات من أجل ضخ دماء جديدة في عروق الحزب. محطة أساسية ومحورية في إطار استعداد لعقد المؤتمر الوطني من خلال المؤتمر الجهوي لجهة الشرق، واللقاء محور حول 3 مواضيع أساسية. أولا تحليل عميق للأوضاع السياسية وسياسات العمومية الوطنية. ثانيا تأطير المواطنين وتمكينهم من آليات الترافع للدفاع على مصالحهم ومصالح جميع المواطنات والمواطنين. وثالثا انتخاب مكتب بشكل ديمقراطي يمثل جميع حساسيات وفعاليات الحزب داخل جهة الشرق.
لقاء تواصلي 100% مع المناضلين والمناضلات من جميع الجهة اللي كتهدف لواحد الأفق نتاع تأسيس مكاتب اللي كيكون تاع شباب ونتاع ناس اللي غادي ياخذوا لا روليف اللي غادي ياخذوا المشعل ويكملوا في هذا الحدث ان شاء الله لونغ تيرم. المؤتمر كان فرصة للتواصل مع المواطنين ومناضلي الحزب والمنتخبين على مستوى جهة الشرق ومناقشة انعكاس بعض السياسات العمومية على الحياة اليومية للمواطنين. برنامج المؤتمر تضمن أيضا انتخاب المكتب الجهوي للحزب لجهة الشرق. نظمت جامعة محمد الخامس بالرباط بشراكة مع سفارة الصين بالمغرب مباراة جسر اللغة الصينية التي تنظمها الصين كل سنة بعدة دول من العالم بهدف التعريف بثقافة الصينية. وفاء اليعقوبي وسمير بركة. جامعة محمد الخامس بالرباط تتألق في هذه المسابقة السنوية التي دأبت دولة الصين على تنظيمها كل سنة. الوقوف على مهارات وكفايات التلاميذ وكذلك الطلبة المغاربة في تمكينهم وتمكنهم من اللغة الصينية والثقافة ديالها. فاللي شهدناه وشاهدناه في حق هذه الأمسية يثلج الصدر. كانت بنت حصلت على الجائزة الخاصة وهناك أيضا بنت حصلت على الجائزة الأولى وكلتا البنتين تنتميان إلى جامعة محمد الخامس، فنحن جد سعداء لأنهما ستمثلان المغرب في المسابقة النهائية والعالمية التي ستقام في الصين. مباراة جسر اللغة الصينية يتبارى فيها طلبة من معاهد تعليم اللغة الصينية من عدة مدن مغربية. الطلبة المتفوقون سيشاركون في المسابقة الكبرى لجسر اللغة الصينية التي تقام للطلاب الأجانب بدولة الصين. هذه المسابقة كانت مسابقة كبيرة بالنسبة لنا، حيت أول حاجة في التحضيرات ديالها استفدنا بزاف ديال الحوايج، اللي تعلمنا بزاف الحوايج اللي مازال ما عرفناهمش، وكانت المنافسة قوية يعني المشاركين كاملين كانوا مزيانين، صراحة فرحانة بزاف وصرت أننا غادي نمثل المغرب في الصين إن شاء الله. العلاقات الجيدة بين دولتين تتوطد بعلاقة جيدة بين شعبيهما. هذه المسابقة تظهر أولى الشباب للثقافة واللغات الصينيتين. وفي السنوات الأخيرة لاحظت أن العديد من الأسر المغربية ترسل أبنائها للدراسة في الصين. المسابقة أصبحت منصة لطلاب الجامعات عبر العالم للتعرف على الثقافة الصينية وإقامة جسر من التواصل بين شباب الصين وكل شباب العالم. حفل للطرب الغرناطي أحياه أمس بالرباط كورال غرناطيات رباطية. الحفل الذي اجتمع فيه الموشح البهي والصوت الشجي نظمته جمعية رباطي الفتح للتنمية المستديمة من أجل الاحتفاء باختيار الرباط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي. ربورتاج سمير أسبان وعبد العلي عيد. بديع القصيد وجمال اللحن التأما في حفل يحتفي بلون موسيقي صنع الذاكرة الغنائية للرباط. احتفال بالطرب الغرناطي ذي الأصول الأندلسية كموسيقى عريقة شاهدة على غنى التراث المغربي. هذا الحفل الذي أشرفت على تنظيمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة يروم الاحتفال باختيار الرباط كعاصمة للثقافة في العالم الإسلامي. هذه كورال أنشأتها الجمعية منذ 3 سنوات وهي تشتغل، لكن ظروف الحجر الصحي منعنا من مسايرة هذا النشاط بكيفية مستمرة، لكن الحمد لله بعد الانفراج الذي حصل قبل مدة قصيرة استعدنا أنشطتنا. حفل وقعه كورال غناطيات رباطية، تناغم في الأداء الموسيقي وإمتاع للسامعين بسحر الموشح. تختلف النوبات الموسيقية وتتباين الموازين أو القطع الغنائية، لكنها تتقاطع في اللحن المتناسق والإيقاع الماتع. هي
سهرة خاصة بالطرب الغرناطي، واللي من خلالها كان كنعاون جدو اللقاء مع الجمهور اللي كيهوى هذا الفن. ومرة أخرى كاين الاستحضار ذاكرة الرواد اللي بفضلهم باش احنا الحمد لله دركنا هاد المستعملات وهاد الصنائع. اشتغلنا لمدة سنين وحنا كنشتغلوا على هاد على هاد على هاد الورشات ديال الطرب الغرناطي. فاليوم يعني كنظن هو احتفال بتراث أنيق. هاد التراث غيرتنا عليه ما غتخليناش أننا غادي يعني نضيعوا أي فرصة باش ننظموا يعني حفل بحال هذا. تغني بالجمال وبرونق الطبيعة، لوحة فنية كأنها تذكرة عودة إلى زمن الأندلس وأراضيها الغناء. المواويل فيها حنين موصول بسحر الكلمة، وإنشاد تتفنن فيه الأصوات لتتماهى معه الأفئدة قبل الأذان. الختام بأخبار الفن السابع من كان، حيث فاز الفيلم المخرج السويدي روبن أوستولد مثلث الحزن أمس بالسعفة الذهبية في الدورة 75 من مهرجان كان السينمائي. وبفضل هذا الإنجاز ينضم المخرج السويدي البالغ 48 عاما إلى النادي المغلق للمخرجين الحائزين على السعفة الذهبية في مناسبتين، وذلك بعد 5 سنوات على نيله الجائزة ذاتها عن فيلم The Square. نذكر بالعناوين. الأمم المتحدة تعرب عن امتنانها الكبير للدور الهام الذي يطلع به المغرب في عمليات حفظ السلام، وتشيد بتضحيات الجسام لجنود حفظ السلام المغاربة خدمة لقضية السلام. ارتفاع طفيف في عدد حالات المصابة بكوفيد-19 دون تأثير على الحالة الحرجة، لكن المعركة ضد الوباء يجب أن تستمر لتفادي وقوع انتكاسات وبائية. الوداد الرياضي على موعد حاسم مع مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم أمام الأهلي المصري. الفريق البيضاوي عازم على تحقيق النصر لإبقاء الكأس الإفريقية هنا بالمغرب. السينما البوركينابية ضيف شرف الدورة 22 لمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكا، مهرجان يعرف تنافس 13 فيلما طويلا لنيل 6 جوائز. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.